قلنا ان حجم المية بتاعها بيزيد. طب دلوقتي انت مالي الازازة على الاخر، حجم المية عايز يزيد يعمل ايه؟ يا اما هتلاقي الازازة شكلها بقى غريب، شكلها بقى معوق في نفسها كده مش قادرة تقف في حيلها، يا اما هتلاقي الازازة مرة واحدة بوم فرقعت عشان المية ايه تاخد مساحة اوي. قالك الصخور بيتعمل فيها نفس الفكرة بالظبط، المية نزلت الدنيا بقت الدنيا ساقعة، في الشتاء بتبقى الدنيا ساقعة والمية دي جمدت بقت كتلة تلج جميلة كده تمام. جت المية اما تلجت خدت مساحة أكبر، قامت عملت ايه؟ خلت الصخرة دي بقت الشق بتاعها كبير. ليه؟ عشان تاخد مساحة أكبر هي إيه والمية المتجمدة بتاعتها. أهلا يا عمر، دخلت متأخر عشان بس انا كنت بره. ولا يهمك، انا سجلت اللي فات وبقى اسمعه باذن الله. ماشي، تمام، فاحنا بنتكلم دلوقتي يا عمر على حاجه اسمها ميكانيكال ويزرنج، بنتكلم ازاي التمبريتشر بيأثر عليه. قلنا ان الصخور دي فيها شقوق كده، فيها حتات مكسوره، الحتات المكسوره دي لما ينزل فيها الميه، المطره بتمطر بينزل فيها ميه، اول ما الدنيا بتبقى شتاء الصخور دي المية اللي جواها بتتجمد، أول ما المية تتجمد بيزداد حجمها increase volume تمام، عشان هيجي يسألك في النقطة دي. تمام، بعد ما يزداد الفوليوم بتاعها حجمها بيزيد، فالشقوق بتبقى كبيرة أوي. أول ما الدنيا تبقى صيف، مش أنت في الصيف بتحس نفسك إن المية بتسيح منك كده تفضل تعرق تعرق تعرق؟ قالك المية دي هي كمان هيحصل فيها كده، تلاقي المية بقى سوري الكولد ده أو التلج ده خلاص ساح. إن شاء الله أنا مسحت الصفحة نفسها. تمام، التلج ده خلاص ساح ما بقاش موجود، فأنت تعمل إيه بقى؟ هتلاقي عندك الصخرة دي اتقسمت نصين، جزء وقع الناحية دي وجزء وقع الناحية دي. بس كده يبقى أنت برضو كده حققت الكيميكال سوري الميكانيكال ويزرينج. يبقى تاني الميكانيكال ويزرنج عنده 4 حاجات، عنده ويند، عنده ووتر، عنده بلانت روت، وعنده تمبريتشر. الويزرنج بيحصل فيه ايه يا ميس؟ بروكنج داون الروك الكبيرة انتو سمولر بار، او الروك بروك داون او بريك داون انتو سمولر بايسز. تمام؟ تمام بإذن الله. فاهمين يا رجالة؟ أتمنى أنكم تكونوا الحمد فاهمين. لله. طب الحمد أيوة لله الحمد لله. تمام، يبقى سؤال 47 الروك بريك داون انتو سمولر بايسز هي ايه؟ ميكانيكال ويزرينج. تمام الحمد لله. تمام. يلا يا عمر يا علي، حظك حلو انت داخل على دورك. يلا 48 فورتي إيه؟ ايوه هو فورتي خلاص خلاص يا مس. ويزرين بيقول لك ايه، اقرأ بس كده. The rapid flow of river water leads to erosion of part of river banks. When it slows down, it transfers some sediment to new place and then process it cool. اسكت طيب يا عمر، بانك انت ما حضرتش اللي فات. الشباب اللي حضروا، الصخور اتنقلت لمنطقة جديدة، ده اسمه ايه؟ اللي قلته أروجو. غلط يا لهوي. وقفت الصخور، وقفت وقفت خالص في اخر الحته. ديبوزيشن. ايوه وزرينج. ديبوزيشن أنا يمس ديبوزيشن. اللي قلت. انت شطوره يا حنين، برافو عليكي، طب أنا يمس. وانت شطوره انت كمان. بس ابوس ايديكو، لازم تحفظوا التعريفات دي ماشي، ابوس ايديكو ايد ايد. يبقى يا عمر احنا قلنا قبل ما انت تدخل قلنا 3 عمليات مهمة لازم تسمعهم في الفيديو، مهمين جدا، اللي هو حاضر. الويزرينج والاروجن والديبوزيشن. عمر علي مش عمر رجل.
يلا يا معتصم. ميس بكرة آخر حصة لينا؟ اه بكرة آخر حصة، مش هشوفكوا تاني بقى غير السنة الجاية. هتوحشيني يا ميس. وانتوا هتوحشوني والله. يلا بقى عشان ما نعيطش نجاوب ونسيب العيد آخر الحصة. يلا يا معتصم 49. فورتي ناين a rush flow of water that carries sand during deposition process and to sea. Sea origin of sediment rock layers. No. السؤال ده مهم ويعتبر فيه تفكير، اجاوب انا وانت جاوب اللي بعده. بيقول لك ايه راش فلو؟ يعني ايه راش فلو؟ يعني الميه نزلت على الساند اللي موجوده وبدات ان هي خلال عمليه الديبوزيشن تنحت فيها، تمام؟ فالميه بتاعتك دي اما بتنزل على اي نوع رمله بتعمل حاجه اسمها سموذنج راف ايجز اوف روك. يعني ايه؟ يعني بتبدا تنحت في الصخور تاكل فيها بس بطريقه لطيفه شويه، بطريقه ناعمه، زي كاننا قلنا لجنى كده او حنين خدي يا جنى شويه الميه دي اسقي بيهم الزرعه، هتلاقيها بتعمل ايه؟ بتصبها بطريقه بطيئه قوي وجميله كده ورقيقه زيها. اما لو جينا قلنا لمعتصم خد يا معتصم شويه الميه دول اسقي الزرعه، هتلاقيهم دلق الميه بالكوبايه على الزرعه في وشها كده، كسر لنا الزرعه نصين وقام سايبها وماشي. ليه؟ عشان معتصم قوي في نفسه كده، بيعمل حاجه اسمها رف رف كده، اللي هو انت خشن قوي في نفسك. تمام؟ تمام باذن الله تكونوا فاهمين يعني. يلا يا رب. اوكي. يلا يا استاذ ياسين. ياسين ايمن. نعم يا ميس. يلا. Forming red rust in sediment rocks evidence of occurring process. Letter C يا واد يا شطور، لسه كنت اقول لك هشرحها لو كيميكال ويزرنج. تعالوا اشرح لكم ايه هو الكيميكال ويزرنج من انا اتكلمنا على ايه عشان نكون قفلنا كده لسن 2. الكيميكال ويزرنج ده التشينج اللي بيحصل للروك. طالما اتفقنا ويزرنج يبقى الروك محتاجه يتعمل لها ايه؟ بروك داون انتو سمولر بارت. تمام. قال لك الكيميكال ويزرنج بيحصل عن طريق حاجه اسمها كيميكال رياكشن. يعني ايه كيميكال رياكشن؟ يعني تفاعل كيميائي. ماشي. التفاعل الكيميائي ده ممكن يحصل عن طريق اربع حاجات، زي مين؟ زي اخوه الكيميكال ويزرنج. الاربع حاجات دول يا سيدي هما الاكسجين، الووتر، الاسيد رين، اند الاسيد بروديوسد باي سام ليفين اورجانيزم. ايه الكلام المجعلص ده؟ تعالى اشرح لك حاجه حاجه. اول حاجه ازاي الاكسجين بيتفاعل مع الصخور؟ قال لك الاكسجين ده بيتفاعل مع الايرون اللي موجود جوه الصخور. مش انت لو شفت حد بيبني البيت بتاعه هتلاقيه بيعمل ايه؟ بيحط في النص كده حديد، وحوالين الحديد ده بيبقى فيه صخور كتيره كده، تمام؟ فانت الحديد اللي من جوه ده لو جه عليه شويه اكسجين بيتفاعل معاه ويعمل حاجة اسمها ريد روست، يعني صدأ الحديد، يعني الحديد بيصدي. أما الحديد بيصدي هيحصل فيه إيه؟ تلاقي نفسك ده اتقسم نصين، وده وقع الناحية دي وده وقع الناحية، تمام؟ نعمل التجربة دي إزاي؟ لو أنت جبت مسمار حديد حطيته في كوباية مية وسبته نسيته لمدة مثلا شهر شهرين تلاتة، لو جيت تطلع المسمار ده من المية وتكسره بإيديك هتلاقي المسمار ده بيتكسر. ايه؟
هيصدي. ايوه اول ما يصدي هتلاقي نفسك عرفتي تكسريه نصين، صح كده؟ تمام. تاني حاجة، ازاي المية بتأثر على الكيميكال ويزرينج؟ قال لك يا سيدي في حتة اسمها كيفز. يعني ايه كيفز يا مس؟ يعني حتت جوه الجبال. مس واحنا نخلص الساعة كام؟ نخلص الساعة 7:30. انت لسه داخل يا عمر يعني، لسه انا خلص الساعة كام؟ ماشي ماشي. الحتة الكيفز اللي هي الكهوف اللي جوه الجبال، لو انت رحت قبل كده عملت ديسكفر كده او عملت مغامرات، هتلاقي ان جوه كل جبل في حتة تدخلها لجوه كده. الحتة اللي انت تدخلها لجوه دي، لقينا في حتة معينة كده المية بتتفاعل مع الصخور وبتعمل حاجة اسمها لايم ستون كيفز، بنسميه بالعربي الحجر الجيري. ودي حاجة مشهورة في مصر جدا، بيجي السياح من كل البلاد عشان يشوفوها، ده ربنا ميز مصر بيها. تمام. يبقى الووتر بتنزل، الدنيا بتمطر، اتفقنا ان الووتر جواها ايه؟ دي سولفز مينرالز اللي هي معادن مذيبة بتنزل تكسر في الصخور. حلو الكلام. الديسولفد مينرالز دول تبدأ تتحد مع الصخور اللي جوه الجبل وتعمل لنا لايم ستون كيفز، يعني حتة كده فيها مية كأنك عملت كده بحيرة جوه الجبل. ايه تاني؟ الأسيد رين اللي هي الأمطار الحمضية، من اسمها كده أمطار حمضية، يبقى هتنزل على الصخور تعمل فيها ايه؟ تفضل تكسر فيه وتكسر فيه وتكسر فيه لحد ما الصخرة يا عيني تقول بس أنا مش مستحملة، تقوم مكسورة نصين. تمام. آخر حاجة خالص اللي هي الليفن أورجانيزم، اللي هي الكائنات الوحشة اللي بتبقى فوق العيش البايظ. انت سيب كده رغيف عيش انت مش عايزه، انساه بره التلاجة كده لمدة أسبوع، تلاقي العيش ده كون حاجات غريبة لونها أصفر وأخضر وحاجات كده وحشة قوي. الحاجات دي بتحصل على الصخور برضه، صخور كده نلاقي حصل عليه حاجات أصفر وأخضر وأحمر وحاجات وحشة قوي. الحاجات دي بنسميها إيه؟ اللي هي الليشنز. يعني إيه يا مس ليشنز؟ يعني اللي هو الأشينات، كائنات صغيرة خالص، والكائنات دي بتبقى ضارة. الكائنات دي بتعمل إيه في الصخرة؟ بتخلي الصخرة بدل ما هي واقفة كده تقسمها نصين. تمام؟ فاهمين؟ يا طب الحمد لله يا رب، الحمد لله. ماشي يلا اللي بعده، مين كان بيحل؟ يلا يا جنى. 51. جنى عيني الله. هل سؤال رقم 51؟ أو نايل ريفر دلتا ان ايجيبت از فورمد ديو تو ايه بروسيس؟ فاكرة المعلومة دي؟ كيميكال ويزرينج. تمام، تعالوا نرجع لها. الديبوزيشن، قلنا ايه هو عملية الديبوزيشن؟ قلنا هي لاينج داون للسيدمنت ان نيو بليس، صح؟ صح. قال لك بقى في ظاهرة مهمة جدا 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 بتحصل بسبب الويزرينج، ايه هي؟ ظاهرة الدلتا اللي بنسميها، خدتوها في الدراسات، اسمها دلتة نهر النيل، صح كده؟ تبقى مس على شكل تراينجل. نعم مس نعم احنا نخلص يا لهوي، سبعة عشان ونص، سبعة ونص، الموبايل بتاعنا هيفصل. حطه على الريتشارج، حطه على الشاحن، سبعة ونص ومحدش يسأل السؤال ده تاني. ايه؟ ماشي. قال لك دلتة نهر النيل اتكونت عن طريق ايه؟ اتكونت عن طريق الديبوزيشن. ازاي يا ميس؟ مش انا قلت لك الديبوزيشن ده ان السيدمنت اتنقلت لمكان جديد وبدأت تكون حاجة، صح؟ انا قلت الكلام ده. قال لك يا سيدي الدلتة دي عندها كده قبلها الريفر نايل،
اللي هو نهر النيل. ماشي، نهر النيل ده بيحمل جواه ساند وكمان روكس وكمان سويل، تمام؟ بيفضل نهر النيل ده يا سيدي يمشي 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 لحد ما يلاقي قدامه حتة فاضية. الحتة اللي هي النايل دلتا دي كانت حتة فاضية زمان، يعمل ايه فيها؟ يوم وقع فيها السند، السند يتقع فيها، ويوقع فيها الروكس، الروكس تقع فيها، والسويل كمان تقع فيها. كل سنة يوقع علينا شوية سند وشوية روكس وشوية سويل، كل سنة كل سنة كل سنة لحد ما بدأ يتكون عندك اللي هي نايل ريفر دلتا، اللي هي دلتا نهر النيل. دي مهمة جدا، ليه؟ انت تدرسها في الدراسات، كمان ما تدرسها في العلوم تيجي يسألك فيها. ايه هو بقى التعريف بتاعها؟ تعال اقول لك التعريف بتاعها، حلو جدا. اول حاجة it is a fan shape او triangle shape، اهو شكل مثلث، مش انت شايف قدامك دلوقتي شكل مثلث؟ اهي شكل مثلث triangle shape. triangle shape ده mass of mud، كتلة من الطين and other sediment، والسيدمنت التانية اللي هي ايه؟ جوه عقلك تفهم على طول، sand rocks soil. ماشي، حصل لهم ايه بقى؟ اللي هو المد والروكس دولت حصل لهم forms where a river enter a large body of water. enter a large body of water يعني قابل منطقة كبيرة فيها مية، والمنطقة دي فاضية ما فيهاش حاجة، فبدأ يعمل فيها ايه؟ يحط فيها السند، يحط فيها الروكس، يحط فيها الصويا. بس كده، دي الدلتا اللي منها في مصر عندنا نايل ريفر دلتا. يبقى الدلتا اتكونت عن طريق ايه؟ عن طريق الديبوزيشن. الدلتا اتكونت عن طريق ايه؟ عن طريق الديبوزيشن. يلا يا جنى 52. طب ميس وانا اجاوب امتى؟ ميس وانا اللي جاوبت اخر سؤال اللي هو كان 52. ماشي روزينا، يلا يا روزينا. Pulling sand away from beaches by sea waves is considered as an example of. لو غلطتي فيها هعلقك. افهمولك؟ ماشي. انت عندك خلاص chemical weathering. ماشي تمام، انا هعمل نفسي ما سمعتش اي حاجه، افهمك السؤال. عندك صخور او ساند بقى، الساند دي اتحركت عن طريق النهر من منطقة لمنطقة تانية، بنسمي العملية دي ايه؟ يا رب chemical. لا هي مش ويزرنج خالص، يبقى اروجن. ايوة اخيرا الحمد لله. أول ما تشوفي away إن هي بتنتقل من حتة from beach by sand wave، إن اتنقلت من حتة لحتة، يبقى روجن على طول. ماشي حلو، يلا يا حنين. ما خلنا كده يا ميس إيه؟ إن فيها الهارد الهوا الهارد ده اللي هو بياخد الساند ده وبيحط يعني بيبقى بيطلع يعني بيطلع لفوق خالص وبيبقى اللي هو كبير، اما في سند كده بيبقى جنتل. ايوه ايوه فاهمه. الجنتل بيحمل الصخور بالراحه او السند بالراحه، اما الرف بيحملها ببطء بشده جدا. اوكي مش هنخلص امتى؟ انتوا عارفين سالتوني السؤال ده النهارده كم مره؟ محدش يسال السؤال تاني. انا قلت سبعه ونص. انا قلت سبعه ونص. 7 and 30 minutes. 30 minutes. لسه فاضل 30 minutes. أكلمكم من إنجليزي. يلا يا حنين.
when a river meets a sea or an كنت شرحوها. النهر نهر النيل قابل حتة كده، الحتة دي بنسميها ايه؟ دلتا. برافو عليكي شطورة، الحمد لله حد صاحي في الحصة النهاردة. ماشي يلا يا عمر يا رجل. مش عايزة اجاوب، اقسم بالله السؤال ده انا لسه شرحه، بتاع الازازة اللي هنحطها في الفليزر هيحصل ايه؟ That means التلج بعد ما المية بعد ما تتحول لتلج الحجم بتاعها هيكبر ولا هيقل؟ its temperature increases. مش temperature بقى، volume. its volume increase اللي هي الصوت يا بيس، صح؟ ايه؟ volume اللي بيكون في الصوت. volume؟ لا volume ده معناه حجم. صباح الخير، صباح الخير. السؤال ده مهم. لحظة يا مس، عشان الموبايل بيتكلمني دلوقتي بيقول لي الحاجات الإجابة، يعني أنا بقول deposition راح يقول لي deposition أصلا. هو أنا أعرف الموبايل بيتكلمني، الموبايل بيتكلمني. طيب ماشي يلا يا عمر. يعني مس براحتك. مين سامحنا نخلص الساعة كام؟ الساعة 7:30. المس بطولته يا جماعة. يا جماعة 7:30، بعد 10 minutes خلاص؟ خش بقى. لا. يلا يا عمر يا علي حبيبي. Chemical wizarding. لا 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 اقرا اقرا. اللهم صلي. Bowling down broken wizard rocks at mountain side occur by effect of A. يعني ايه الكلام ده؟ انت عندك صخور، اصبر بس اصبر، الصخور اتكسرت ووقعت لتحت. ليه الصخور وقعت لتحت ما طلعتش لفوق؟ تعرف تقول لي ليه الصخور ايه بتنزل لتحت مش بتطلع لفوق؟ الفضاء فيه جاذبية؟ فيه جرافيتي؟ الفضاء فيه جرافيتي؟ لا. يبقى الأرض فيها إيه؟ جرافيتي. الأشياء بتتسحب لأسفل بسبب الـ Earth's gravity. أوكي؟ أوكي يا ميس. ماشي الحمد لله يا رب. يلا ياسين يا أيمن. نعم. موبايل عايز يجاوب. الموبايل عايز يجاوب؟ لا اقول له موبايل اصبر يا موبايل. تمام اصبروا بقى. بيقول لي مي مي. تمام خدوا من اول هنا لحد 62 هوم ورك عشان تذاكروا وتجاوبوا عشان انتوا نايمين يا سنه رابعه. بيقول لي رب. بيقول لي يا رب. يا رب. هو الموبايل شكله داخل الاسلام جديد. ايوه ميس، انا مره انا ايدي جت على حاجه كده فجاه لقيت التليفون عمال يتكلم وعمال يعمل حاجات انا مش عارفه بيتكلم بيقول ايه. مش بيقول لي لماذا تكذب؟ ماذا تكذب؟ لا لماذا تكذب؟ تكذب يعني بيقول آه. اوكي ماشي يلا يا سيني ايمن. 40 في صح وغلط صفحه 11. ماشي ما تعاملنيش زي ما بتعامل اي حد عشان انا ما بعاملكش زي اي حد. يلا ياسين.
ميس أجاب 40. آه 40 صح وغلط. ماشي. نيل دلتا is a triangle shape made of mud and other sediment. True. برافو عليك. النايل دلتا اللي هي دلتا نهر النيل هي شكل مثلث وتكونت عن طريق المد والسدنت. ايه الشطارة دي؟ الحمد لله يا رب. يلا يا جنى معتصم، خرجت من التويلت؟ اه. طب جاوب 41 يلا. حاضر. 41؟ اه صح وغلط. اوكي. blowing of wind and flooding of water play an important role in erosion process. هل الويند والووتر بيلعبوا دور أساسي في الأروجن؟ ترو. برافو عليك، برافو برافو سو برافو. يلا يا جنى اللي بعد. When water freezes its volume decreases. ايوه كم جاوبينها غلط. الحمد لله. ما هيحصل له ايه؟ الحمد لله يا رب. عايزه زغرط. عايزه زغرط ان انتوا فاهمين. يلا يا روزينا 43. مس الموبايل بيقول لك ايوه. ايش خدمات سيري روكس ار فورمد ان ا شورت بيريود اوف تايم. غلط. لا يا رب. تعالوا اشرح لكم السيديمنتري روك. احنا ما شرحناهوش. ايه هي السيديمنتري روك؟ هي طبقات الصخور الرسوبية. طبقات الصخور الرسوبية دي بتتكون في البوتوم بتاع الأوشنز والبوتوم بتاع الليكس. يعني ايه؟ في قاع المحيط بتتكون طبقات من الصخور بتتمكس مع المد. يعني ايه؟ مش انت عندك الصخور بتتكسر؟ اه. تفضل تمشي 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 لحد ما تقع في النهر او الأوشن اللي فيه مية كتير او في اي صخره. مش انت لو رميت صخره على الميه بتلاقي الصخره دي نزلت تحت؟ قال لك اه فعلا بيحصل. الصخره دي بتنزل تحت تلاقي في قعر النهر او قعر الريفر تلاقي فيه شويه مد كده، طينه، رمله ناعمه. هما الاثنين يتحدوا سوا وعلى مر العصور over long period of time بتلاقي نفسك ان انت اتكونت عندك حاجه اسمها sedimentary rocks، طبقات صخور رسوبيه. طبقات الصخور الرسوبيه دي بتبقى ملونه شكلها حلو جدا، بقى فيها بقايا من البلانت والانيمال كمان. تمام حلو الكلام. يلا يا حنين 44. حنين نعم يا ميس. 44 the surface of the earth changes from time to time. True. برافو عليك. سطح الأرض بيتغير شكله من مرة للتانية. مين؟ عمر رجب 45. Okay, miss. When iron ingots rust, the rock become more stronger. لما بيحصل صدأ الحديد. إيه؟ الحديد هو العضلات. اه الصخرة بقى هتبقى stronger ولا weaker؟ strong. الايرون strong. الايرون بس الstrong. انا بقول لك الصخرة الروك. لا هتبقى weaker صح؟ برافو عليك. يبقى ده strong. يلا يا عمر يا علي 46. اه يا مثلا صحينا الحمد لله. When can be considered one of the factors that cause withering. صح الحمد لله يا رب. الحمد لله. ماشي يلا يا معتز ياسين. اه ياسين او كمان. يلا ياسين. Sea waves may six erosion of beach. True.
برافو عليك شطور. اول ما الميه بتيجي على البيتش الرمله تعمل لها اروجن. شطور. يلا يا معتصم 47. اوكي. Sea waves may cause erosion of beaches. ايه ده في ايه 48 اللي تحتها؟ انت قلت لي 47. معلش. Limestone caves are formed by the action of mechanical weathering. اللايمستون. يا لهوي اللايمستون اللي هو الكهوف اللي بتبقى جوه الجبال، جوه الجبال من جوه. بتبقى ميكانيكال. برافو عليك. فولس. مش بتبقى ميكانيكال، بتبقى كيميكال. تمام. مين كده؟ خلاص كلكم ماشي. خدوا من 49 لحد 59 هوم وورك. اكتب لكم الهوم وورك على الجروب عشان ما تخنصروهوش. اوكي ماشي. بعد الحصه هتلاقوني بعته لكم على الجروب. اتنالوا على كومبليت. ميس هو ينفع ثانيه واحده بس ما اطلع بدل التليفون عشان التليفون ما يفصل؟ ماشي هنجيب الكومبليت عقبال ما تيجي. اخر حاجه قلنا لها في الكومبليت ايه يا شباب؟ عشان انا مش فاكره اسمه ال ما قلناش حاجه في الكومبليت، بس قلنا في ال رايت عشان ساينتفك كتير. طيب كده ايوه ما حليناش في الكومبليت يا ميس. لا حلينا في الكومبليت لحد 15 بس عمر لازم كان غايب. ايوه صح، انت عمال تقول مش عارف في ايه. حلينا لحد 15 صح. لا قصدي 18 سوري 18 وكنت انا مديكوا دول واجب صح؟ اه طيب ماشي. يبقى احنا كده ننتقل على الساينتف. اوكي احنا وقفنا لحد 14 قصدي 15 لا وقفنا لحد 25 وكنت مديكوا دول واجب صح؟ اه لحد 36 كان واجب. ده كله كده عشان ده كله على الكونسبت اللي فات. تمام. نبدأ بقى في الكونسبت الجديد اللي هو 37. جانا دخلتي؟ ايوه ميس. اوكي ماشي نبدأ من أول 37. صفحة صفحة 15. ايه؟ 15 صفحة 15 سؤال 37. انت اللي هتجاوبي صح؟ طب انا كنت عايزة اقول لحضرتك حاجة في الهوم وورك. في الهوم وورك سؤال 32 ما كنتش عارفة حلو في فيديو 14 32. اوكي نقوله قبل ما نقول 37. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بيقول لك type of mirror that used to collect and focus sunlight onto metal boots to heat them and cook food inside. نوع من انواع المرايات. ايوه عارفاها بس مش عارفه النوع الميرور ده اسمه ايه. اسمه concave mirror. مرايه شكلها عامل كده، حتى كتبته لكم المره اللي فاتت على البورد. تكتبوا تاني؟ لا خلاص انا كتبت. طيب خلاص ماشي. يلا بقى ابدا لنا 37. It is a type of weathering through which which is acids. Acids of lichens dissolve the minerals of rocks. Lichens دي اللي هي ال أكنك جبتي عيش وسبتيه يعفن. الليشنز دي اللي بتبقى فوقيه.
ده انهي نوع من انواع الويزرنج بقى؟ الميكانيكال ويزرنج. يا لهوي، كيميكال. كيميكال يبقى هنا كيميكال ويزرنج. اكتبوها كاملة عشان انا بس ما عنديش مساحة. يلا يا روزينا. صفحة 15. صفحة كم؟ 15 15. It is the breaking down of rocks due to the effect of rocks due to the effect of physical factors like wind, water, plant roots and temperatures. Large rock. ايوه weathering. انهي نوع بقى؟ chemical. الايه؟ ميكانيكال. ايوه ميكانيكال، صح كده ميكانيكال. انا هيجيلي شهر والله في الحصه دي. يلا يا حنين. بعد الشهر يا مس. ماشي يلا يا حنين. ايوه يا مس. 39. Process in each small broken rocks move from a place to another by the help of wind or water. بس نسي بس اسمها. صخور اتنقلت من حتة لحتة زي اكنك الساند كاستل اختفت. بنقول الساند كاستل دي حصل لها ايه؟ روجن. ايوه اخيرا حد بنصرني في الحصة دي. روجن، برافو عليك شطورة جدا. تمام يلا يا عمر يا رجب. 40. نعم يا مستر. 40. روجن بتتكتب ازاي؟ شجنة اللي هنولع فيها كلنا اهي، كتبتها لك على البورد. P-R-R-S-I-O-N. اوكي بيفهم مش سامع حاجة، هو صوته بعيد فعلا. عمر قرب الموبايل. حاضر هو كده سامعني صح؟ اه صح. عشان الموبايل بعيد وانا الحتة بعيد كده. إذا دي ذا بيرن. عن الله نفس الإجابة. ماشي كده. ذا دي ذا بيرن of a sandcastle as a result of its hitting with the sea waves. مش فاهم عايز من يعني هو عايز ايه؟ اختفاء قلعة الرمل بتاعتك ده بنعتبره ايه؟ لسه قايلينه. ما فهمتش برضه. يا لهوي، القلعة بتاعتك انت بنيتها نزلت المية ما بقتش موجودة، ده اسمه ايه؟ المية. ايوه المية عملت اروجن صح؟ طب الحمد لله يا رب. الميتنج هيفصل. ها الميتنج هيفصل وتخشوا تاني، فاضل 10 دقايق. خشوا تاني. خشوا تاني. عايزه دمي. ماشي اتجاوب يلا. يلا يا عمر يعني. 41. عمر يا علي. انا شكلي موبايل عامل زي عمر بتاع عمر رجب. 41 يلا. اقرا بصوت. Water and gravity. Process in which sediments are dropped in new location by action. ايه؟ فاهم السؤال. ماشي، الصخور بتاعتك وقعت في مكان جديد نطلعها. نطلعها ايه؟ بقول لك البروسيس دي اسمها ايه؟
الطم. اه هي بتنزل علشان الايرث جرافيتي. ماشي حلو. اسمها ايه برضو العملية دي؟ انت عندك 3 عمليات، ويزرنج، اروجن، دي بوزيشن. دي انهي دي واحدة بقى؟ بوزيشن، ايوه دي الحمد بوزيشن. لله دي بوزيشن. ميس تنصحيني، ميس تنصحيني ابقى مدرسة ولا لأ؟ اه طبعا تبقي مدرسة عشان تحسي بالاحساس اللي انا حاساه. اه يعني ماشي تمام، لو بتحبي التدريس هتستحملي زي حالاتي كده، بحبه عادي. اوكي ماشي. آه مين اللي هيجاوب؟ ياسين. وانا مش بحب خلاص ما تبقيش مدرسة عشان لازم عندك صبر. مش عايزة ابقى مدرسة اصلا. ماشي شكرا يا جم، شكرا. يلا يا مين ياسين. في حد ولا بيحب الساينس ولا بيحب التدريس؟ عادي انا في مواد تانية كتير يا ست. مش يلا بحب انا ياسين. حاجة. ماشي يلا ياسين، مش وقت حب خالص. ماشي ماشي. It is a process dog which water forming ice in trees rocks دي صعبة weathering. شوية. لا لا هي ويزرنج اه، بس البروسيس دي احنا بنسميها فريزنج بروسيس، عملية التجمد اللي هي تحول المية من شكلها العادي لأيس، لتلج، تمام؟ بنسميها فريزنج. السؤال ده مهم برضو احفظوه. ماشي بتمنى الأسئلة اللي أقول لكم تحفظوها تحفظوها. ليه؟ لأنها أسئلة جديدة عليكم ولازم اطفي كل ميس انا شوية. نعم بدلت التليفون بتاعي، تليفون ماما، عشان بتاعي هيفصل وبتاع ماما برضو هيفصل دلوقتي. اصلا ابدل تليفون خلاص فاضل مين؟ 5 دقايق، 5 دقايق. يلا يا معتصم. 43. They are deep veins carved by flowing water. قلناها فالي مكتوب. لا مش فالي، اختها بقى اسمها ايه؟ كانيون. ايوه اسم الله عليك، شطور. كانيون. انا ميس اللي قلتها. انت اللي قلتيها. طب اسم الله عليك بقى. انا اللي قلتها، ما ماشي نجاوبش على دور حد يا ميس. ايوه، يا عيب ميس عيب عيب. يلا يا معتصم جاوب تاني. ميس، نعم هما الناس اللي في المدرسة عند حضرتك هما أصعب مننا؟ هما ايه؟ أصعب مننا؟ أصعب منكو كفهم يعني وكده؟ اه حسب. بص بيبقى في الفصل عندك كل الأنواع، في نوع شاطر قوي، في نوع نص نص، وفي نوع مش قوي، فأنت بتقابل كل الأنواع بقى. لكن الأغلب الفصل بتاعي الحمد لله شطور يعني. انا اوحش واحد في الفصل. ايه ده؟ أنت شاطر يا عمر، متقولش كده. لا مش قصدي يعني احنا بنعمل حاجات يعني اه انتوا غير شقيين زمان. يعني، شقيين انا واصحابي الاثنين. كمان. ماشي يا سيدي. انا اوحش يلا يا معتصم ناس. جاوب قبل ما الميتنج يفصل. 44. فورتي فور اه يا معتصم. افل شيب تريانجل ميس اوف سيدمنت ذات از فورمد ويريفر انتر ا لارج بودي اوف ووتر لايك. شكل مثلث كده بنسميه ايه؟ تراينجل. لا ما تراينجل ده في الماس، عايزين شكله هنا عندنا اسمه ايه بقى؟ هي دلتة نهر النيل، اسمها ايه بالانجليزي؟ نايل دلتا. برافو عليك شطور. ممكن نكتب دلتا بس، ممكن نقول نايل دلتا عادي.
طب وجزر مش ينفع اكتب نايل بس؟ لا، لازم دلتا دي تتكتب، هي دي الاساس. عايزين خلاص تزودوا عليها ماشي ماشي، لكن ما تنقصوش ماشي منها. تمام ماشي، خلاص كفايه عليكم كده، خدوا من 45 لحد 51 homework. الإجازة الكبيرة الاجازه الكبيره ملك النهارده، الامتحانات. النهارده عارفين يا سنه رابعه اللي انا قلته لو ما تحلش انتوا حرين، عشان الكونسبت ده انتوا لازم تذاكروه ولازم تجاوبوا عليه عشان هو مهم. أنا مش فاضي، مش بكون فاضي. ماشي، ما نشوف الحوار ده سوا، هنشوف بعد كده. الكونسبت كام؟ خلصنا؟ احنا كده خلصنا كونسبت 4.1، بكره اخر كونسبت. أوكي، باي باي ماشي، ميعادنا بكره الساعه باي. 2. ميعادنا بكره الساعه كام؟ 2. الساعة 2 بالليل؟ 2 الصبح، اكيد مش 2 بالليل. مش ثواني بس عشان أعرف، بس هو أنا عندي حاجة بكرة عشان أنا عندي بقى وعندي لا، حوار بكرة بقى تاني. مامتك قالت ان انت ما عندكيش يا روزين. أوكي بكرة الصبح الساعة بقى تاني. 2 بعد الظهر، تصلوا الظهر وتفطروا وتيجوا على الحصة. فكرتها الساعة الصباح لا، أصلا. 2، الساعة أوكي 2. مع السلامة، يلا باي، باي يا سلام ميس، سلام. باي 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 باي. باي.